الشكر والتقدير لكل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط السهلة القنيطرة في شخص رئيسها السيد حسن الصافي، ولمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة الرباط السهلة القنيطرة في شخص مديرها الجهوي السيد يوسف الفاضل على تنظيم هذه الندوة التحسيسية حول موضوع مهم وهو الإعفاء من تأخيرات الأداء والغرامات وكفى المصاريف وتحسين الديون المتعلقة بسنة 2024 وما قبلها، والذي يأتي كتتمة لسلسلة من اللقاءات السابقة التي دأبت الغرفة على تنظيمها والتي لها ارتباط وطيد بدعم ومواكبة المقاولة بالجهة. حسن الصخير رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط السهلة القنيطرة، اليوم غرفة التجارة والصناعة تنتظم اللقاء بشراكة مع صندوق المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعريف مستجدات تسديد الغرامات والغرامات الجزافية والمتأخرات بالنسبة للشركات والإعفاءات التي سوف يستفيد منها المهنيين والمنتسبين، وهذه المتأخرات التي سوف اليوم نحاول أن نناقشها والتعريف بها لندعو جميع المنتسبين للانخراط فيها لتسوية وضعيتهم المتأخرات بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اليوم هذا الإعفاء من الغرامات التي وافقها المجلس الإداري للصندوق الوطني الاجتماعي في شهر شتنبر الماضي تهم جميع المنتسبين كبار وصغار المنتسبين المهنيين للاستفادة من مجموعة من الإعفاءات التي يمكن أن تصل إلى نسبة 90% بالنسبة لغرامات التأخير وكذلك غرامات الجزافية نسبة 70%، وعندهم كذلك مجموعة من التسهيلات اللي يمكنهم يسدوها لمدة 5 سنوات. هذا ما يسهل مأمورية المقابلات خصوصا بعد الخروج من أزمة كوفيد ويسهل لهم كذلك اللي ينشغلوا في الإنتاجية. في هذا اللقاء ضمن اللقاءات التواصلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عايدة على اعتمادها كل مرة مجد مستجد، والسياق الآن هو القرار ديال وزيرة المالية اللي صدر رقم 5 على 2023 اللي صادر بشأن الإعفاء من غرامات التأخير والزيادات ومصاريف التحصيل. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمكن هذا القرار من إمكانية الأداء إما بشكل كلي ولا بشكل على تسهيلات في الأداء، أي على أقساط اللي كتوصل حتى 60 شهر، أي 5 سنوات، مع إمكانية من الاستفادة بالنسبة للخصم من 90% إلا كان بالنسبة للغرامات ديال النتيجة عن التأخير في التصريحات بالأجراء، و 60% بالنسبة لمصاريف التحصيل وضعائر ديال التأخير. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما عهد أنه كيعتمد البوابة الإلكترونية www.damancom كآلية من أجل الأداء اللي كتسهل على السادة المقاولات رواب المقاولات من الأداء الإلكتروني بشكل إما كلي ولا باعتماد كما قلنا تسهيلات في الأداء. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.